طلع على السينيور كيفاش جات؟ طلع على السينيور وقتها مشيت لكيب سينيور وقتها ناقصين جوارات عام قداش؟ 2010 في بالي 2010 17 عام انت هي كيك لكيب سينيور ناقصين جوارات وطلعت معناها تكمل في ليفيكتيف مع وكاو عملت اونترينمون بي عند فوزي بنزرتي ولا لا عملت الكلوب لعبت فينال كاف صحيت عملت فينال كاف كهو وقتها ما لعبتش انت وقتها في الكاف ولا لا ما لعبتش وقتها من معاهم ما لعبتش ماتش ولا اي ومن وقتها معناها وليت من ترينا معاهم وانستالي معناها في الكيب سينيور وكيفاش كانت الدخله شكون عاودك تدخل في الجروب وقتها والله في الكلوب معناها بدايه كل جمعيه معناها تدخل معناها فما برشا من برشا ولا جمعيه وقتها نعقل وسام وقتها مازال ما خرجش لتركيا غادي شكون اخر وقتها يوسف المويهبي وقتها فما زهير مازال بلال عيفة سيف العكرمي فما برشا معناها ملاعبين معناها خليوك في ساعة في ساعة تدخل في الجروب قد عملت في السينيور في الكلوب عندي معناها حتى الوقت ياشر 2014 متقطعين 8 سنين مش عارف اي 8 سنين متقطعين خرجت فيهم 3 مرات ولا مرتين مرتين بري كيفاش كان كيفاش قايمهم انت في 8 سنين هذا فيهم الباهي وفيهم الخايب تبيع فيهم حاجات باهيين وفيهم حاجات خايبين نبداو بالباهي شنو اللي قعد لك باهي الباهي الشامبيونا اللي هزيناها و شامبيونا ما لعبت 2015 ما لعبتش برشا انت في الشامبيون هذيك سيف ها؟ ما لعبتش برشا ما تقعد حاجه باهيه يعني. عندي شامبيون مع الكلوب شنو رايك اللي مثلا نقولوا برشا تشكيك فيها الشامبيون هذيك؟ مثلا الماتش الاخر مع جورجيس البينالتي اللي صارت فما شيخ قروين ظهر لي كان شغال ما لعبتش مع حم لمف صار كل تشكيك هكا فيها الشامبيون هذيك ربي يهدي وكاو ونحن جوارات حسب ما نشوف ما بخناش وقتها ونترينيو مليح ومن احسن لي جروب اللي في تونس وقتها موجود تستحق لك اليوم شوف انت رغم اللي معناتها كنت في 10 سنين قلت لي و 8 سنين موجود ما كنتش تلعب انتظار لا شم اي علاش ما نعرفش المشكل منك انت ولا ما خذيتش فرصتك ولا شنو بالضبط المشكل ما خذيتش فرصتي كان شي مشكل مني انا راني توا ما نعرفش دراوي بطلت فهمت مش مشكله مني انا حسب ما نشوف مش مشكله مني انا من شنو بالضبط ما خديتش فرصتي ما فما ناس ما من تشبيك فما ناس كل واحد وكل وقتها البريود هذيك كل معناها بريود 8 سنين كل لونترنور وتفكيره كل لونترنور ما غلطتش انت في حاجات خير ما نجموش يكون الكل ظالمينك سيف ما عرفش قداش من لونترنور تعدى نتصور ما قالش من 6 7 8 معناها اي صحيح انت غلطت في حاجات بالطبيعة مثلا مقصرت اي بالطبيعة قصرت مثلا ما نعرفش ما قصرت فما بيريود قصرت فيها فما حاجات قصرت فيها فما دي شوا مختار ما خديتهم غالطين اما تعلمت منهم باهي اللي عشت به اما تعلمت منهم برشا مثلا ما كنتش سيريو برشا في الانترينمون ممكن اي ممكن في نظر المدربين وفي نظر المسؤولين اللي انا ما كنتش سيريو اللي انا ما كنتش ما عارش انا وكي وقتها فما بريود روحت من الكيب ناسيونال وقتها هزينا كوبا راب ومير بيتور خديت تروفي نتاع مير بيتور في الكوبا راب هذيك وهزيناها بعدها بالضبط في العام نتاع نفسه نلقى روحي بري في عام منل فهمتك تفكر وقتها انت كنت وقتها تتوقع روحك باش تكون موجود وقت بالتبيع. شنو صار؟ نلقى روحي بري في حمام نلف اي علاش معناها ما نعرفش الانترنور في بالوش ما عندك حتى كوستر وقت الانترنور كوستر ما في بالوش قال لي راني من جيت نحكي معاه قال لي راني ما في باليش وتحكي مع فلان يقول لك راني ما في باليش ما شكون اللي بعثك ما نعرفش الاداره هي بعثتني اما حبش وقتها ما نعرفش شكون وما حبوش يقولوا لي شكون سليم ريحي وقت الرئيس اي سليم ريحي وقت الرئيس سليم ريحي ما يتدخلش في الحكايات هذوما هو اللي كان يحكم وقتها بأني نعرف وين مولاد قوبع ممكن اي إيه هو ما حكيتش معاه انا حكيت معاه ما قال لي مانيش انا دي شوا ودرا شنو
دي شوا ما عادش يكون قادر. ما عارش ما عارش. فما وقتها فما... وقتها في بيلي وقتها في بيلي وقتها باش يجيبوا وليد وحبوا وليد شكون؟ وليد الزوادي محمد الف وقتها حبوا جو... حبوا حبوا عليانا ولا حاجه هكا معناها ما حكاوليش معناها صحيح فهمتني ما يحكيولكش صحيح هم وقتها كان حكاو لي صحيح مقرني ارتحت اكثر فهمتك اي حسيت فما استهداف ليك انت ولا مع انت كان عندك مشكله مع شكون ولا لا لا ما عندي حتى حد مشكله هما ممكن وقت البريود هذيك مش ما نحبش نعمم من الناس الكل وما نحبش نقول الناس الكل هما عندهم مشكله ديما مع اولاد الكلوب فهمت فهمت يقول لي سيف يتمس شويه مونتالمون ماهوش قوي مونتالمون فما اجماع انه سيف ملعب تقريبا انت حكيت قبلك على هيثم الجويني تقريبا تشاركوا فيها الحاجه هذه الزوز يقول عليكم الفني ملعبيه بارك الله ما شاء عندكم كل شيء اما الزوز مونتالمون ما كومش قويين باش نجموا تلعب مثلا هذا كان ترقى كان ترقى ناس انا نحكي على روحي تو كان نرقى كان رقيت في الكلوب ناس دزوا رايا ويقفوا معايا تتعديها الحكايه هذه وما فما حتى مشكل اما ليه ما ترقى راس راس ديما تخرج مع الجمهور اللي هو ما معني ديما في الكلوب تخرج راس راس مع الجمهور والجمهور هو معني ابريتو يحب على الريزلتا يحب على النتائج معني ما يعرفش شنو هو الداخل فهمتني ايوه شنو هو الداخل ما يعرفش شنو موجود في الكواليس يعني قلت لك اما هو يحب على الريزلتا فما حاجات تحب تتحفظ ما تحبش تحكيهم ليه والله مليه ما فما شيء والله ما فما شيء كان فما حاجه نحكيها نورمال ما خسر الراس كرب خاطر كي تقول لي فما مدرب معناتها المدرب يقول لك حاجت به سيف و... واللي يجي تلقى روحك في حملان في بري معناها ما... مش مفهومه معناها مش مفهوم اي انا مانيش فاهم لحد اللحظه هذه مانيش فاهم ما تعرفش السبب قسما بالله لا نعرف السبب والله فهمت وبعد حكي مشيت وحتى رجعت ما تبدل شيء شنو كي مشيت الحملان ورجعت ما تبدل شيء ليه وقتها قعدت وهزينا شامبيونا وقتها وجاءوا ناس امنوا بيا ولعبت مع الاسامي هذيك الكل فهمت اي ما ديما ديما ما كنت احتياطي ولا حاجه هكا ما كنتش احتياطي قدام الاسامي هذيك الكل ومعناها وترقى روحك احتياطي وترقى روحك تلعب معاهم تشارك معاهم كلكو ماتش وترقى روحك تدخل تحس روحك تظلمت كنت اجي تاخذ فرصك اكثر مش تظلمت تماما ما ظروف ما خدمتني قلت لها قعدوا حدد باي وحدد خايبة شنو ما حدد قعبة اللي قعدوا لك ليه الخايبة مشيوا على رواحهم صار انا حكينا فيهم ديجا انا نذكر البينالتين تاع ماتش الاهلي تاع اللي ضيعتها ثم لقطة صارت مع أشبك وما شافوهاش برشا أنا كنت وقتها في التريبيون شفتها كنت باش نشوف ثاني البيلانتي بالضبط بالضبط كنت مشيت أنت وبعد رجعك الانترونير ظهر لي شنو صار في اللقطة هذيك سيف ما صار شيء أنا ماشي باش نشوف هو رجعني هو أنا ما شكون يشوت سيف فاتوا الخمسة هم معناها خمسة اللي محطوطين باش يشوتوا كملوا بعد اللي يحب يشوت يشوت معناها إي من بعد ما حطش يا أخي كلها ما حبش تمشي تقدم تشوت قدمت أنا باش نشوف رجعني من اشترفني وبالصدفه الزوز ضيعته ضيعت انت وضيعه اي ضيع يمهد قبلي من بعد ضيعتين يتحمل فيها شويه مسؤوليه شكون فكرجع هذيك اللي ضيعك شويه انت خرجك من كونسونتراسيون ممكن اي ممكن اي ممكن